السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم يا إخواني. يعني ونحن نتكلم عن خطط لمستقبلك، وإحنا بنتكلم في برنامج شبابيك، وإحنا إزاي نفتح شبابيك على الحياة، وإحنا بنتكلم إزاي نخطط لمستقبلنا، وإحنا بنتكلم يا جماعة عن أخطر محاور في مستقبلنا كلها. إحنا بنتكلم الوقت عن العرض على الله. خططي للعرض على الله، خطط لهذه اللحظة يا جماعة. الموضوع محتاج تخطيط يا إخواننا. علماء الإدارة بيقولوا عدم التخطيط هو التخطيط الفشل. طب اذا كان ده قالوه على الدنيا، امال على الاخره يبقى شكله ايه؟ واحنا بنخطط للعرض على الله. العرض على الله يا جماعه احداث رهيبه واسئله رهيبه، وفي ناس مش واخده بالها فاكره العرض على الله ده حاجه ابسط من كده، من ضمن الاحداث الرهيبه اللي بتحصل في العرض على الله واللي هنقف معاها في حلقه الليله ولازم ناخد بالنا منها كويس جدا. يؤتى بالاسلام يوم القيامه، كلمه الحسن البصري رحمه الله، يؤتى بالاسلام يوم القيامه ساعه العرض على الله، وتلاقي الاسلام جاي لك، وتلاقي من ضمن الشهود اللي بيشهدوا عليك الاسلام دين الله. يؤتى بالاسلام يوم القيامه فيقول يا رب هذا نصرني. يا سلام، يا بخت للاسلام هيقول عليه كده، يا بختك، والله بحسده من الوقت. فيقول يا رب هذا نصرني، يا رب ده وقف معايا، يا رب ما سابنيش في زنقه، يا رب ما سابش نازله لغزه ولا للعراق ولا لفلسطين ولا لاي مكان في الدنيا الا وقف مع الدين فيها. يا رب ما سابش نازله من نوازل الدعوه الا وقف فيها. يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني. يا رب كان كل تفكيره في دنيته، كان كل تفكيرها في نفسها، في مكياجها، في حياتها، في متاعها، ما فكرتش يا رب ازاي تنصرني، ما عاشوش عشاني يا رب، ما ضحوش عشاني يا رب، ما جهدوش عشاني يا رب. فيقول يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني. حتى إذا جاء بعمر بن الخطاب قال الإسلام يا رب، كنت غريبا حتى أسلم عمر، لحد ما هذا الرجل أسلم يا رب وحصل نقلة نوعية في الدعوة من يوم ما دخل الإسلام. يا ترى الإسلام هيقول عليك كده، يا رب أنا كنت غريب في الجامعة الفلانية، في الكلية الفلانية، في النادي الفلاني، في القرية السياحية الفلانية، في المنطقة السكنية الفلانية، في منطقة الفلل الفلانية، في الجيم الفلاني، يا رب أنا كنت غريب لحد ما فلان التزم، لحد ما فلان التزم، اتقلبوا كل حاجة يا رب. في المدرسة الفلانية، في الشارع الفلاني، في العيلة الفلانية، في القطاع التجاري الفلاني، في الشركة الفلانية، كنت غريب يا رب لحد ما ده التزمت، كنت غريب يا رب لحد ما ده التزم. يوم 25/7/2014 انت كنت فين؟ انا خايف ان الاسلام يسألك قدام ربنا السؤال ده، ان الاسلام يسألك قدام ربنا يوم 25/7/2014. معظم شباب مصر ومعظم شباب الأمة العربية كان قدام ماتش نهائي كاس العالم في اليوم ده، كان قدام ألمانيا وهي بتلعب قدام الأرجنتين في اليوم ده، في اليوم ده اليهود ضربوا غزة، في اليوم ده بنت اتضرب البيت بتاعها وهي مع أهلها، بنت طفلة طلعت تجري وكل أهلها طلعوا يجروا، بتقول وأنا بجري أنا لقيت كل الناس بتهرب من المنطقة والمنطقة بقت خراب، ببص على والدي، ببص على إخواتي ما لقيتش أي حد منهم، ما اعرفش، وما كانش ينفع ان انا اقف، فضلت اجري ما لقيتش مكان والقصف مستمر لحد ما لقيت بيت حسيت ان القصف بعيد عنه. بتقول دخلت رميت نفسي وهي بتنزف وهي مجروحه وهي بتموت مستنيه ان حد هيجي ينقذني. بتقول قعدت في البيت ده مستنيه اول يوم هموت من الجوع ومن العطش، هموت من النزيف ومحدش جه، تاني يوم المنطقه كلها خراب والقصف مستمر ومحدش جه، تالت يوم وهي تكاد تهلك من الجوع والعطش والنزيف، اخيرا اليهود سابوا القصف للمنطقه وجم الناس وجم دوروا في المنطقه وطلعت البنت ودوها المستشفى بعد ما فاقت من اجراءات الاغاثه العاجله. اول ما فاقت سالت عن كل اهلها اللي كانوا معاها في البيت، عرفت ان كلهم اتقتلوا في القصف، عرفت ان مفيش ولا واحد منهم فضل. اللحظه دي انت كنت فين؟
اللحظة دي انت كنت فين؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول محمد رسول الله والذين معه؟ عارف يعني معه؟ يعني معاه، يعني معدين ربنا في كل نازلة، يعني لا يمكن الدين يتعرض لأزمة وانتش موجود فيها. لما يجي لما ربنا لما الإسلام يسألك قدام ربنا انت كنت فين في اليوم ده، هتقولي له ايه؟ في اليوم ده ام اتقصف المنطقة اللي هي فيها، كل الناس سابت المنطقة وهربت منها، ابنها خد قذيفة، ابنها ولعت في جسمه نار، ام شالته وطلعت تجري بتدور على عربية تنقلها المستشفى، مفيش، كل المنطقة خراب، تدور على حد يشيل معاها ابنها مفيش، طلعت تجري برجليها تنقل ابنها للمستشفى وابنها بيولع من ايديها، قبل ما توصل المستشفى كان ابنها اتحرق، كان ابنها بقى جثة ميتة من ايديها. اللحظة دي انت كنت فين؟ اللحظة دي انت كنت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ ربنا بيقول والذين معه، والذين معه يعني شايلين قضية الدين في كل نازلة بتحصل للأمة، في نازلة الدعوة، في نازلة القرى السياحية اللي وصلت لدرجة من الفجور لا يتخيله حد، انت كنت فين وانت كنت فين؟ طيب 25/7/2014 يا سيدي انا كنت مشغول، يوم 3/4/2002 انت كنت فين؟ يوم ما اليهود حصروا مخيم جنين ونفذت كل قدرة على المقاومة من اهل فلسطين، ودخل اليهود واقتحموا مخيم جنين وحطوا قنبلة قدام البيوت عشان الام اللي تنزل تدور لولادها على اكل تنفجر فيها القنبلة تموت، اب قبل ما القصف يبدأ بدقايق بعت بنته عشان تجيب لهم اكل، البنت نزلت عشان تجيب اكل، اللحظة دي بدأ القصف، الاب طلع مفزوع ملهوف على بنته في البلكونة يدور عليها، القناصة اليهود لقطوه ضربوه بالنار، نزل في البلكونة يعني وهو جثة تنزف بيموت، مراته حاولت انها تنقذه، اليهود منعوا اي حد انه يخرج في اي نافذة من النوافذ، بقى بينزف قدام ولاده بيموت قدام ولاده، ممنوع انه هو ينقله مستشفى لحد ما مات، عايزين يشيلوا الجثة يدفنوها ممنوع، القصف استمر عدة ايام لحد ما الاب جثته تعفنت قدام ولاده، وممنوع ان حد يشيل اي جثة وينقلها. انت كنت فين في اليوم ده؟ انت كنت فين في اليوم ده؟ انت كنت بتعمل ايه في اليوم ده؟ انت نمتي وانت بتحلمي بايه في اليوم ده؟ انت صحيت وانت طموحاتك شكلها ايه؟ وكان افراحك في اليوم ده بسبب ايه؟ وكانت احزانك في اليوم ده بسبب ايه؟ يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني، ويا رب هذه خذلتني. خافي خاف احسن الاسلام يقول عليك كده. حتى اذا جاء بعمر قال الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر. ده موقف من مواقف العرض على الله، ان الاسلام يسألك ويسألك انت كنت فين في اللحظات بتاعت الازمات، انت كنت فين في اللحظات الفارقة في تاريخ الاسلام في الوقت اللي انت عشت فيه. يا اخوانا يوم 5 يونيو 67 يعني ممكن يكون اللي عايشين مننا في اللي عايشين مننا من اللي اتولدوا في اليوم ده يعني الوقت بقوا كبار، كنت فين في اليوم ده؟ عارفين في اليوم ده لما اليهود اثروا الجنود المصريين في سيناء عملوا فيهم ايه؟ عارفين عشان ما تنسوش مين هم اليهود، عشان ما تنسوش عملوا فينا ايه، عارفين عملوا فيهم ايه؟ يعني يهودي في اليوم ده قتل 2000 مصري في 10 دقائق، واحد من القيادات بتوعهم قتل 20,000 مصري في الاسرى المصريين. انت متخيل عسكري بيقول مجند بيقول اتأثرت في اليوم ده، اتأثرت بقوا يجيبوا العسكري ينزعوا الضوافر بتاعته او يحطوا حاجة في عينيه يعموه، واللي يصرخ ويقول اه يقتلوه. بيقول عرفت في اليوم التاني ان انا اهرب على مستشفى العريش عشان اتعالج هناك وهو مجروح. بيقول تاني يوم الصبح لقينا حد بينادي من تحت الجنود المصريين الجرحى ينزلهم عشان ننقلهم في القاهرة عشان يتعالجوا وينالوا علاج مكثف عالي هناك. الجنود نزلوا فرحانين ان حد يهتم بهم علاجيا، واذا بها خدعة من مجندات يهوديات بيكلموا مصري بطلاقة ومسكين على الدبابات الرشاشات بتاعتهم حصدوا كل الجنود اللي نزلهم وقتلوهم. يعني صف الضباط لما مسكوه وقتها في الاسر حطوه جنب بعضه كده هوت، والكلام ده يا جماعة في افلام، الكلام ده في افلام متصوره، حطوه وبقوا يعدوا بالدبابات عليه، يعدوا بالدبابات رايح جاي عليه. احنا كنا فين؟ احنا فين من ازمات الامه؟ كانوا عايزين يقتلوا الضباط ومش عارفين الضابط من العسكري لان الكل بيشيل الرتب بتاعته، فعملوا ايه؟ عطشوا الاسرى 3 ايام وبعد كده جابوا طنبور ميه كبير وفتحوا الحنفيات بتاعته، الكل جري عشان يشرب ميه، قالوا لهم عندكم الضباط يشربوا الاول، الضباط فرحوا جروا اترناها خدعه حصدوهم كلهم بالرشاشات. يعني انتوا متخيلين يا جماعه
ان الاسلام مر بايام ومر بمواقف عصيبة، وكانت ناس في الايام دي في الامة بتاكل وبتشرب وعايشة حياتها. احنا فين من اللي بيحصل للامة؟ احنا فين من اللي بيحصل لدين ربنا؟ احنا فين من اللي بيحصل للاسلام؟ الاسلام هيشهد ليكي ولا هيشهد عليك؟ الاسلام شاهد لينا ولا شاهد علينا؟ انا مش قادر اقطع قلبكم بقصص، ولكن من ضمن الحاجات اللي عملوها كانوا عايزين اي حد بيعرف يقرا ويكتب يتخلصوا منه، مش عايزين المسلمين يبقى فيهم حد عنده اي تعليم. قالوا لهم الصليب الاحمر عايز اسماءكم عشان يديكم الحقوق بتاعتكم، بتاعت حقوق الاسرى، ادوهم ورق واقلام. اي جندي مسك ورقه وقلم يكتب اسمه، عرفوا ان هو بيعرف يقرا ويكتب، ضربوه بالنار. القناصه ضربوه بالنار، خدوا ناس قتلوهم عشان يبيعوا اعضائهم في تجارة الاعضاء، او عشان ياخدوا الدم بتاعهم ينقلوه للجرحى بتاعهم في هذه الحرب. للدرجة دي اتحفروا انفاق كانوا يدخلوا فيها جنود ويردموا عليهم بالجير الحي يدفنوهم احياء. انتوا متخيلين الحقد اللي في قلبهم علينا، الحقد اللي في اهل الباطل على الحق؟ طب فين الحب اللي في قلبنا احنا للحق؟ طب اذا كان ده جهد اهل الباطل لنصرة الباطل، احنا فين جهدنا لنصرة الدين؟ احنا فين جهدنا لنصرة الاسلام؟ انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول تعالوا نقسم الشاشة نصين، تعالوا نقسمها نصين، وفي نص من النصين نحط منظر. يعني احنا انتوا عارفين احنا بنصرف على استرادة الفساتين السواري كل سنة قد ايه؟ انتوا عارفين حجم تجارة المخدرات في بلادنا وسنويا وصل لكم مليار دولار؟ انتوا عارفين استيراد الميك اب والمكياج والروج وكل انواع الميك اب الحريمي وصلت لكام مليون سنويا عندنا؟ انتوا عارفين يا جماعة ان في ثري عربي جاب الكلب بتاعه وعمل له فرح كلفه ملايين، يعني بالعمله بتاعتهم ايا ما كانت العمله بتاعت بلده ايه، كلفه ملايين عشان يعمل فرح للكلب بتاعه. انتوا عارفين راجل الاعمال اللي قال على فريق كره اللي بيحبه ان كل جون هيتجاب في الماتش الفاصل بتاع الدوري ده بمليون جنيه للاعيب اللي جاب الجون ده؟ انتوا متخيلين يا جماعه؟ متخيلين؟ حطوا ده في شاشه وحطوا المسلم اللي في افريقيا الوسطى ولعوا فيه من يومين وحرقوه حي قدام الشاشات، حطوا المشهد ده وحطوا قصاده منظر انا شفته بعيني، فيديو في افريقيا الوسطى مسلم والكل ملفوف حواليه والتعصب ضده، واحد نزل عليه باجنه كسر له عضمه وهو لسه ما ماتش، قام واحد جايب حجاره كبيره وقعد يرقص بيها وبعد كده قام هبدها على دماغه برضه لسه ما ماتش، قام واحد تاني جايب اجنه تانيه وقعد يكسر بيها جسمه لحد ما ارضاه قتيل، وهم قاعدين يرقصوا ويفرحوا فرحانين بالمنظر اللي هم بيعملوه في واحد مسلم. تخيلوا يا جماعه الاسلام هيشهد علينا ولا لينا يوم القيامه لما ده حصل واحنا احياء؟ يعني سعد بن ربيع الانصاري وهو بيموت في غزوه احد قال لهم اخر وصيه: لا عذر لكم ايها الانصار عند الله ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. احنا الوقت خلص للاسلام واحنا بناكل وبنشرب ونايمين في بيوتنا وكل حاجة في حياتنا تمام التمام، فين هم الدين في حياتنا؟ انا الوقت بكلمك عن العرض على الله، انا الوقت بكلمك على العرض على الله، انا الوقت بكلمك عن الاسئلة اللي انت هتتسأليها بين ايدين ربنا. انما اصحاب النبي يا ترى الدين هيشهد ليهم ولا عليهم؟ يا ترى صحابة النبي اللي طلع في غزوة تبوك 1500 كيلومتر على رجليهم، سابوا الدنيا وسابوا الثمار بتاعت المدينة وراحوا يقتلوا اكبر امبراطورية في العالم وهي الروم، وكان السبعة بيعتقبوا على بعير، يعني كل واحد يمشي على رجليه 6 كيلو في ال 1500 كيلو ويركب كيلو. وانا داخل المدينة المنورة ولقيت مكتوب تبوك حوالي 800 كيلو متر، انا قلبي اتجعز. يعني يا حبيب الله محمد عليك الصلاة والسلام وانت عندك 62 سنة يا رسول الله ولسالك شهور على موتك، طلعت من المدينة 800 كيلو رايح و 800 كيلو متر جاي عشان دين ربنا؟ دول الاسلام هيشهد ليهم ولا هيشهد عليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ظللت شهرا ليس لي ولأهلي طعام إلا ما يواري إبط بلال. النبي عليه الصلاة والسلام بيروي كلام معناه إنه فضل شهر ملوش أكل غير الأكل اللي بلال بيخبيه عشان يأكله للنبي عليه الصلاة والسلام والأسرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أقول لكم يا جماعة الصحابة جاعوا قد إيه عشان الدين. أبو هريرة كان بيسقط من الجوع قدام منبر النبي عشان يتفرغ لجمع العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي خرج مرة من الجوع لأبو بكر خارج في الشارع بالليل قال له: ما أقرأ
أخرجك؟ قال له الجوع. لا عمر، قال له ما أخرجك؟ قال له الجوع. قيادة الدولة العليا، الرؤساء الثلاثة بتوع الدولة، أكبر ثلاث مراكز في الدولة، خارجين في الشارع بالليل من الجوع. من الجوع يا جماعة، استحملوا في شعب أبي طالب كل ورق الشجر. الجوع اللي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استحملوه عشان ينصروا دين ربنا سبحانه وتعالى. دول الإسلام هيشهد ليهم ولا عليهم؟ سمية رضي الله عنها رقم 7 في الإسلام، 7 واحدة أسلمت، جوزها وابنها من كتر التعذيب استسلمهم قدام المشركين، وهي رفضت وظلت تتعذب وهي تعلن شهادة التوحيد. أبو جهل قدامها قال لها سبي محمد وأنا أتركك، مرضتش، فقال لها سبي محمد، ما لقتش إجابة غير إن هي تجمع البصاق في فمها ثم تبصق في وش أبو جهل. أبو جهل حس إن كرامته اتهدرت قدام الناس، شال الحربة وطعن السيدة سمية، قتلها عشان بتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت شبابنا اللي بيموت في جرعة مخدرات زايدة زي ما بنشوف في المستشفيات، واللي بيموت لان لعيب الكرة بتاعه جاب الكرة في العرضة من كتر الخوف احسن يجي جون في الفريق بتاعه يجيله سكتة قلبية، واللي بيجيله سكتة قلبية لان البورصة الاسهم اللي هو مقدم فيها نزل تمنها، واللي انتحرت لما المغني بتاعها مات، واللي انتحرت وانا رايح درس لقيته ميتة، قلت لهم يا جماعة ده المفروض درس، قالوا لي بنت عندها 17 سنة حبيبها اهلها مرضوش يجوزوا ولا، قتلت نفسها النهاردة. واحد شاب بكلمه على قهوة في جولة من الجولات قال لي صاحبي حبيبته اللي بيحبها والده بعده عنها، رمى نفسه من فوق العمارة قتل نفسه. شوفوا هم كانوا بيموتوا ليه واحنا بنموت ليه، شوفوا هم هيقابلوا ربنا على ايه واحنا هنقابل ربنا على ايه. يا ترى يا جماعة الاسلام لما كلنا نقف بين ايدين ربنا، الاسلام هيشهد ليكي ولا هيشهد عليكي؟ الاسلام هيشهد انك نصرته ولا هيشهد ان انت خذلته؟ سيدنا مصعب ابن عمير مراته الجميلة الشابة الصغيرة حمنا بنت جحش، البنت الجميلة يسيبها ويودعها عشان يخرج يقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد ويقاتل اشد القتال، وفجأة الموقف يتقلب وفجأة المشركين يتقلبوا على المسلمين ويلاقي النبي عليه الصلاة والسلام في خطر. سيدنا مصعب يمسك الراية في ايد ويمسك السيف في ايد ويفضل يقاتل بالسيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويمسك الراية مصمم ان راية لا اله الا الله تفضل مرفوع، يقطعه ايديه. لو انت في ايدك موبايل، واحد في ايده موبايل وايديه اتقطعت، هيدور على ايده ولا على الموبايل؟ يدور على السيف ويمسكه بايده التانية عشان يدافع، ويدور على الراية ويمسكها عشان يدافع، يقطعه ايديه التانية، يحط الراية في رقبته ما بين رقبته وصدره، يذبحوه ويسقط مقتول امام النبي عليه الصلاه والسلام. ده الاسلام هيقول نصره ولا هيقول خذله؟ لما يوم القيامه يجي سيدنا حمزه شايل كبده على حوض النبي، كبده اللي عضته هند، اللي عضته هند بنت عتبه في غزوه احد، لما يلاقي كبده قدامه وتقول له انت عامل كده ليه؟ يقول لك ده في سبيل الله. وتلاقي عبد الله بن جحش جاي بطنه مبقوره وامعاءه بتنزف، يقول لك ده في سبيل الله. وتلاقي مصعب جاي دمه بينزف متقطع في سبيل الله، هتقول ايه؟ هتقف هتقرب من النبي ساعتها ازاي؟ هتقف بين ايدين ربنا في العرض على الله وتقول للاسلام ايه لما دول يشهدوا باللي هم عملوه عشان دين ربنا سبحانه وتعالى؟ اخوانا عايزين نركز مع بعض، عايزين نعيش مع بعض، عايزين نخطط للعرض على الله، عايزين نخطط للموقف الرهيب ده لما عبد الله بن حذافه السهمي ملك الروم اثره ودخل عليه خمر ولحم خنزير بعد 3 ايام جوع وعطش، بص ولحم خنزير ايه بقى ده؟ مشوي بالتاكيد يعني ده جايبه له في شكل رهيب. نظر وقال اني لا اعلم ان لي رخصه ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. انا ما شمتهمش فينا، يا شمتتهم فينا. مع كل شاب لابس سلسله وماشي مع بنت على الكورنيش وهي كشفه شعرها وعلاقه محرمه، يا شمتتهم فينا من الحوارات اللي بتحصل ما بين شبابنا وبعضه وشبابنا والبنات على السكايب ولا على الفيس ماسنجر ولا على الواتس، يا شمتتهم فينا وهم بيفتحوا الاعلام بتاعنا ويشوفوا التبرج اللي وصل ليه المسلمات زيه زي التبرج اللي وصل ليه غير المسلمات. يا ترى الاسلام هيشهد لينا ولا هيشهد علينا؟ يا ترى ساعة العرض على الله
دين ربنا هيشهد ليكي ولا هيشهد عليكي. انا مش عارف اقول ايه يا جماعة، ومش عارف اسيب ايه، مش عارف افتكر الموقف اللي كنت لسه بحكيه لبناتي وانا بحكي لهم الهجرة. الصحابيات والصحابة ضحوا بحياتهم قد ايه عشان الهجرة، وانا بحكي لهم موقف ابو سلمة وخارج مع مراته سلمة وخارجين وشايلين ضلاهم سلمة، ويخرج قومها يقولوا له واخد بنتنا ورايح فين، هاتها، ياخدوا مراته، يخرج قومه يقولوا له طب ضنانة سلمة واخدينه ليه، يقوموا واخدين سلمة، وهو يلاقي نفسه وحيد، يصمم انه يروح للنبي عليه الصلاة والسلام. الاسرة تتقطع ثلاث حتت في لحظة، سلمة عند قوم ابوه، وام سلمة عند قومها، وابو سلمة هاجر الى النبي عليه الصلاة والسلام. سنة كاملة الاسرة متمزقة لحد ما يعني ربنا فرج الكرب ولم شمل الأسرة في دار الهجرة. الناس دي استحملت، الناس دي الدين هيشهد لها قد ايه، الناس دي الدين هيقول يا رب دول اللي كانوا سبب في انتشاري في الارض، يا رب انت كم واحد غير مسلم اسلم بسببك، انت كم واحدة متبرجة اتحجبت ولبست حجاب امهات المؤمنين بسببك، انت كم نازلة من نوازل الاسلام الدافع عن الاسلام فيهم بسببك، انت كم شاب غير ملتزم تاب الى الله بسببك، انت كم واحد عمره ما سمع دين سمع عن ربنا بسببك، انت كم فقير هيموت من الجوع كل وشرب بسببك. انتوا يا جماعة عملنا ايه لأمة محمد والذين معه، عملنا ايه لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، عملنا ايه لدين ربنا، نصرنا دين ربنا بايه، هتقولي له ايه، هتقول له ايه، ماذا ستقول لربك غدا، هتقول له ايه لما الاسلام يشهد على اللي انت عملته معاه في الدنيا، هتقول لربنا ايه، وهتقول لربنا ايه ساعتها. اللحظة دي هنتمنى في العرض على الله في ناس هيسقط لحم وجوهها من الخجل، يا ترى احنا هنفرح ساعة العرض على الله ولا تسقط لحم وجوهنا من الخجل في هذه اللحظات الرهيبة وفي هذه اللحظات العصيبة. هنقول لربنا ايه لما الاسلام يشهد علينا قدام ربنا، والاسلام هيشهد علينا بايه قدام ربنا. مش عايزين ننسى الذاكرة بتاعتنا، يوم ما شارون دخل في مذبحة صبرا وشتيلة، يوم ما جابوا امرأة مسلمة حامل في الشهر التاسع فرغوا الرشاش في رقبتها قتلوها، وبعد كده بسكينة فتحوا بطنها وطلعوا الجنين ودبحوه، يوم ما دخلوا صبرا وشتيلة وشارون جاب الاعضاء بتاعت الاطفال وعملها عقد عشان يتباهى بيها قدام الجنود اليهود اللي زيه ويقول لهم شوف انا عملت ايه في المسلمين، يوم ما طفل عنده 6 سنين جروا وراه، الطفل جري على امه اترمى في حضنها، وهم بيجروا وراه وهو في حضن امه ضربوه بالنار قتلوه جوه حضن امه، فضلت هذه المرأة المسلمة مجنونة الى ان ماتت، جن عقلها وفقدت عقلها الى ان ماتت. لما جابوا ام اغتصبوها قدام اولادها وبعد كده قتلوا اولادها قدام عينيها، لما الاسلام يشهد يوم القيامة هيقول على المسلمين ايه، هيقول على المسلمين اللي الكلام ده حصل وهم عايشين وشاربين واكلين وبيصيفوا في الساحل او في الغردقة او في شرم، هيقول عليهم ايه، وبيصهروا قدام القنوات او قدام مواقع النت اللي بيتبسطوا قدامها طول الليل، هيقول عليهم ايه؟ الاسلام هيشهد ليكي ولا هيشهد عليكي؟ هذا يعني كان وقفة في ضمن الكلام اللي احنا بنتكلمه في العرض على الله، واحنا بنخطط للنجاة ساعة العرض على الله، واحنا بنخطط لاخذ كتابنا باليمين ساعة العرض على الله. العرض على الله في نهايته يا بتاخدي كتابك باليمين يا بتاخديه بالشمال، يا بتاخدي الكتاب اللي بتدخلي به الجنة بطاقة دخول الجنة، يا اما والعياذ بالله يعني الاخرى ساعة العرض على الله هناخد كتابنا باليمين ولا هناخد كتابنا بالشمال. اخواني واحبابي في الله يجب ان نفكر في هذا الامر، ويجب ان يعني ان ننتبه لهذه القضية الخطيرة. خطط لمستقبلك، خطط لمستقبلك، لانك هتعرض على الله وسيدنا بلال هيعرض على الله وهيقول يا رب، يا رب لما الاسلام يجي يشهد عليه، يا رب انا كانوا بيربطوا رجلي في فرس وفي عز حر مكة يجردوا ظهري من اي ملابس والفرس يجري جلد ظهري يتسلخ من النار ومن الكحت على الارض. قول خطط للعرض على الله، خططي لشهادة الاسلام عليكي لانك انت هتعرضي على الله، انت وسيدنا خباب. سيدنا خباب هيقول يا رب الاسلام لما يجي يشهد عليه هيقول يا رب انا كنت اقف اصلي ام انمار كانت تكويني بالنار، يطلع الدخان مكان كوي السيف من على راسي واسقط مغشيا عليا. هيقول يا رب انا ضحيت بعمري كله عشان دينك يا رب.
مخطط لمستقبلك، خططت لحظة العرض على الله، لأنك وانت بتعرضي على الله هيجي سيدنا خبيب رضي الله عنه، وهيجي الإسلام يشهد على إيه، ويقول يا رب أنا تعلقت على نخلة في التنعيم، وابو سفيان جه لما أصروني وقعد يخليني أضرب بالسهام في إيدي ورجلي عشان يقطعوا في جسمي وأنا لسه حي وأنا في قمة الألم، وهم بيعذبوني حي قبل ما يقتلوني. جابوا سفيان وقال لي أتحب أنك في أهلك وبيتك ومحمد بن عبد الله مكانك؟ قلت له يا رب والله ما أحب أني في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. يا رب أنا نصرت دينك لآخر لحظة في عمري والآخر لحظة في حياتي. ساعتها هتقول لربنا إيه؟ ساعتها هتقول لربنا إيه؟ الصحابة عندهم اللي يقولون ربنا، الصحابيات عندهم اللي يقولون ربنا، انت عندك اللي تقولين ربنا، انت عندك اللي تقولوا ربنا، انا عندي اللي اقوله ربنا. عايزين نخطط. ربنا ينجينا يا رب، ربنا يجعلنا ممن يأخذون كتابهم باليمين، ربنا يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، ربنا يجعلنا من الذين مع محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الاخرة، ربنا يجعلنا من اصحاب الرسالة الذين يحملون دينه وينصرون دينه، عشان لما يجي الاسلام يشهد علينا يوم القيامة نقول يا رب احنا عشنا عشان دينك ومتنا عشان دينك يا رب، وما استسلمناش ابدا مهما كانت الحرب على الاسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.